أهلا بكم أيها المبدعون، كيف حالكم؟ معكم ربيع المبرمج وهذه إلكترو بروجي سي أن سي في المنزل الجزء الثاني، والذي يخص ميكانيزمات الحركة. سنتطرق لها إن شاء الله وبإذنه في عجالة لأننا قد تأخرنا قليلا، ثم نمر إن شاء الله وبإذنه في الفيديوهات المقبلة إلى أشياء أخرى أهم من ذلك. بالنسبة للماكينة أحبتي في الله، فهي في مراحلها النهائية في الروتوشات الأخيرة، وقد شغلتها وكذلك قمت بتجربتها وأعطت نتائج جد مرضية ورائعة جدا بالنسبة لحجم هذه الماكينة وكذلك تكلفتها المتوسطة. على أي حال، فقد جربت على هذا النوع من الخشب MDF كما تشاهدون، هذا هو اللوغو خاصتنا كما تشاهدون أحبتي في الله. باستخدام هذه الراوتر الصغيرة، هذا ليس دريمل راوتر وإنما شيء مشابه لذلك، ركبت عليه هاته البيت الخاصة بالحفر والنقش، ونتائج جدا جدا مرضية. جربت على الخشب وكذلك جربت على البي سي بي. من بين المشاكل يعني التي واجهتها في هذه المشاكل، إلى حد الآن لدي مشكل واحد أساسي ومهم، هو أن هذه الطاولة، طاولة العمل، مقعرة يعني نوعا ما، وهذا شيء مهم جدا في ماكينات سي ان سي، حيث نحتاج أن نقوم بعمل ليفلين للماكينة لكي نستطيع الاشتغال على المايلين. ولهذا الغرض، فعادة برنامج الجي ار بي ال مع الحاسوب، مع الجي ار بي ال ساندر، أستطيع أن أقوم عليه يعني بكل بساطة بالليفلين أو أوتو ليفلين، ثم أشتغل بكل بساطة على الأسطح الغير مستوية. لكن هذه البوردة، بوردة الرامبس مع برنامج المارلين، لا يدعم هذه الخاصية جيدا، لأنه أصلا مخصص لماكينات الطابعة ثلاثية الأبعاد. لكن على أي حال، فيحتوي على ميزة سأقوم إن شاء الله وبإذنه بتفعيلها والاشتغال عليها. سأقوم كذلك بتبديل هذه الطاولة بطاولة تكون أمتن، وكذلك يكون سطحها مستوي لكي نستطيع العمل. ورغم ذلك سنحتاج كذلك أن نقوم بتفعيل الأوتو ليفلين على برنامج المارلين مع هذا الرامبس والأردوينو ميجا، لكي نستطيع موازنة الأسطح الغير المستوية في حال بي سي بي أو شيء من هذا القبيل. على أي حال، فكما قلت، مردودية الآلة إلى حد الآن جيدة جدا، رائعة جدا، دقيقة وحساسة إلى قدر كبير، وقوتها كذلك مناسبة جدا لعمل المايلين سواء على الخشب أو على الأكريليك أو على البي سي بي. سوف نجرب كذلك الألمنيوم على ورقات شيت ألمنيوم بسيطة كما قمنا في الماكينة السابقة، لأنني تقريبا استخدمت نفس الميكانيزمات في ماكينات سابقة صغيرة كهذه، واستطاعت بالفعل أن تحفر على الألمنيوم، على ورق الألمنيوم، وسنرى إن شاء الله وبإذنه مدى مردوديتها كذلك على المعادن كالألمنيوم وإلى غير ذلك. سنرى إن شاء الله وبإذنه كل التفاصيل المتعلقة بالأمر.
كذلك في الفيديو المقبل إن شاء الله وبإذنه سوف نرى الخطاط أو الوايرين الأسلاك والربط الإلكتروني مع بوردة الرامبس، وسنرى كذلك إن شاء الله وبإذنه برنامج المارلين كيفية تنصيبه مع هذه الـ LCD ديسبلاي. ثم ربما سنجرب كذلك برنامج الـ GRBL ليس مع الـ CNC شيلد هذه المرة، وإنما سنقوم بصنع بطاقة خاصة بنا لماكينة الـ CNC. إذن أحبتي في الله، كل ما سنحتاجه في قطع ميكانيزمات الحركة هو 3 قطع بالأساس مطبوعة ثلاثية الأبعاد، قطعتين ثابتتين وقطعة متحركة، قطعة ثابتة من الأعلى وقطعة كذلك ثابتة من الأسفل. هذه القطعة التي من الأسفل مصممة خصيصا لربط الأكسس، يعني أكسس وبيرين من هنا. وهذه القطعة العليا أو العلوية مصممة لحمل الستيبر موتور من هذه الجهة، وكذلك 2 أكسس. وسنحتاج قطعة متحركة، هذا هو الكاريج، القطعة المتحركة بها مكان للينير بيرين ومكان للسكرو أو النات. وكذلك هنا وضعت هذه الأمكنة لأضع عليها صامولات بحيث أنني من هنا أستطيع تثبيت براغي لتثبيت السبيندل هنا في هذه الجهة. وهذا أحبتي في الله هو الزد أكسس، القطع المطبوعة ثلاثية الأبعاد. بالنسبة للميكانيزمات سنحتاج 2 أكسس، هذا محور 8 مليمتر، وسنحتاج 4 بيرين، هذه كذلك لينير بيرين 8 مليمتر، سنقوم بفتحها. إذن هذه هي، بيرين 8 مليمتر، بحيث تستطيع هذه البيرين أن تنزلق خطيا في هذا الأكسس هكذا بهذا الشكل. ثم سنحتاج بيرين عادية، هذه هي، ثمانية مليمتر كذلك. سنحتاج هذا النات، قمت بقطع جزء منه من هذه الجهة وسنرى لماذا. وسنحتاج هذا 8 مليمتر للسكرو. بالنسبة للطول، طول هذه الأكسات أو هذه المحاور مع طول هذا الليد سكرو أو المحور اللولبي، فبحسب يعني الأكس الذي تشتغل عليه سواء الإكس أو الواي أو الزد أكسس، فبحسب طول الأكسس تأخذ طول هذه القطع. هنا هذه أستخدمها من أجل الزد أكسس، ولذلك أخذتها بطول 17 سنتيمتر.
سنقوم أول شيء بتركيب، هنا سنقوم بتركيب السكرو في هذه الجهة هكذا، نقوم بإدخال هذا السكرو هنا أو النات بهذا الشكل، ثم نضع اثنان سكرو، واحد من هنا وواحد كذلك من هنا، هذا الشكل، ثم نقوم بإحكام إغلاق هذه البراغي بنات. جيد، تصبح لدينا القطعة بهذا الشكل. كما تشاهدون، ثم نقوم بإدخال البيرين هنا بهذا الشكل. نحتاج أن ندخلها بالقوة، ثم نضع البيرين الثانيتين من هذه الجهة هكذا من هنا، الثانية كذلك من هنا، ثم سوف نضغط عليها لكي تدخل. إذن وتصبح القطعة بهذا الشكل. لكي تتحرك هذه البيرين على سكاكها، هنا في الجزء الأسفل نضع هذه البيرين العادية هنا هكذا، وفي الجزء الأعلى
سنركب ستيبر موتور بهذا الشكل. كما تشاهدون مع هذا الأكسس كابلر، وتصبح لدينا العملية بهذه الطريقة. جيد، إذن وبهذا يكون هذا هو بهذه الطريقة يكون هذا هو الزيت كاريج. بهذا الشكل ثم بعد ذلك ندخل هذا السكرو من هذه الجهة ثم نربطه مباشرة في الأكسس كابلر بهذه الطريقة هكذا. إذن هذا هو الزد أكسس مع الزد كاريج بهذه الطريقة. وبدوران هذا السكرو يقوم بنقل وتحويل الحركة من حركة دوران إلى حركة خطية كما تشاهدون أحبتي في الله، إلى حركة خطية. بكل سلاسة سوف نقوم بتركيب هذه القطع أو هذه الميكانيزمات على الزد أكسس ونرى كيف سوف تعمل. إذن وكانت أحبتي في الله هذه هي ميكانيزمات الحركة بالنسبة للزد أكسس، وهي شيء مماثل تماما بالنسبة لكل المحاور باستثناء يعني بعض الاختلافات الطفيفة. فالإكس أكسس يمشي كذلك بنفس الطريقة، وكذلك الواي أكسس بنفس الطريقة، نفس ميكانيزمات الحركة الخطية، نفس المحركات نيما 17، نفس كل شيء، يختلف الديزاين في الميكانيزمات. وكذلك فتشاهدون أحبتي في الله كما تلاحظون فهي ميكانيزمات بسيطة جدا، ليست بالمعقدة من حيث مبدأ العمل، بحيث هذا الليد سكرو هو الذي يقوم بتحريك الميكانيزم، تحويل يقوم بنقل وتحويل الحركة، نقل الحركة من الكابلر أو من المحرك الستيبر موتور إلى الكاريج، وكذلك تحويل الحركة من حركة دوران إلى حركة خطية. وهو مبدأ بسيط جدا، ليس بالمعقد من حيث المبدأ، لكن الصعوبة في الأمر هو فقط
تفاصيل تركيب هذه الميكانيزمات، يعني تعرفون الفرق الكبير والشاسع ما بين مبدأ العمل أو النظري والتطبيقي. فحينما نبدأ يعني بتطبيق وتركيب هذه الميكانيزمات، ميكانيزمات الحركة، فنتعرض للعديد والعديد من التفاصيل التي يجب أن نعمل عليها. لكن عموما فصناعة وتركيب ماكينة سي ان سي ليست يعني بالشيء الكبير أو الصعب جدا، بسيطة جدا، ميكانيزمات حركة. وبالنسبة للإلكترونيك أو الجهة الإلكترونية فهي موجودة، سواء ستستخدمون هذا الشيلد المسمى الرامبس أو تستخدمون السي ان سي شيلد، فهو شيلد أو غطاء جاهز يركب على بوردة الأردوينو سواء الأونو أو الميجا، وتربطون عليه كونكتورات المحركات وكذلك الليميت سويتش. شيء بسيط جدا، الإلكترونيك جاهزة. وكذلك البرنامج، فهي برامج جاهزة، ستقومون فقط بتحميلها وتنصيبها على البورد وتشتغل معكم دون أي مشاكل. كل ما يهم في الأمر كما قلنا هو ميكانيزمات الحركة التي تقوم بتحريك هذه المحاور الإكس والواي والزد. إذا أحبتي في الله، كان هذا هو فيديو اليوم عن ميكانيزمات الحركة، وكانت هذه هي ميكانيزمات الحركة، وهذه هي الحالة الراهنة التي وصلت لها الماكينة، ميكانيزمات الحركة السبيندل. هنا استخدمت هذه السبيندل التي هي 220 فولت اي سي، قدرتها القصوى تصل إلى 600 واط، وهي قوية جدا وكافية جدا لماكينة سي ان سي كهذه. لم أشأ استخدام هذه المحركات الدي سي موتور، لدي هذا الدي سي موتور، لكني لم أريد استخدامه مع هذه الماكينة. يعطي ميزة التحكم في السرعة والتشغيل والإيقاف عن طريق خاصية البولت ويد موديليشن التي تخرج من بوردة الأردوينو، وكذلك هذه البوردة تحتوي على 3 موسكت، نقوم باستخدام واحد منها لتغيير سرعة السبيندل والتحكم بتشغيل وإيقافه. لكني أريد أن أستخدم هذه 220 فولت سبيندل قوية جدا ب600 واط، وستنجز معنا العمل بشكل جيد جدا. لذلك فسأقوم كذلك بصناعة دائرة بسيطة انطلاقا من البولت ويد موديليشن الذي يخرج من الأردوينو. سأقوم إن شاء الله بإذنه بالتحكم في هذه السبيندل، التحكم في سرعة سبيندل اي سي 220 فولت عن طريق الترياك والأوبتو ترياك إن شاء الله وبإذنه. سوف نرى تفاصيل هذه العملية في مرحلة الإلكترونيكس. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.